النهارده هنتكلم عن حالة جينيتك سيركولار سيندروم، وهناخد منها الميديكال اسبكت ونحاول نربطه ونفهمه ك بي تي اسبكت، ونشوف هنوصل في الاخر للسكيم بتاعت التريتمنت بتاعته ايه، وازاي عرفنا نفسر السيمبتومز بتاعت الحالة دي، وازاي عرفنا نوصله للايديال بوينت اوف تريتمنت ليه. اولا في الجينيتك سيندروم اللي معانا، الام ار اي بتاعها مدينا كام معلومة. اول معلومة منهم ان الفيرمز بتاعت السيربيلم بتاعتها دايليتد، وده اداني مشكلة في البروبيوسبشن من ناحيتين. اول ناحية هي الريجستريشن انبوت بتاعها، لان المكان اللي هو السباينوس البرر تراكت هيعمل ريلي فيه في الفيرمس المسؤولة عن البوستر تون والترانك ستابيليتي، حصل فيه افكشن، بالتالي عندي مشكلة في البروبيوسبشن ريجستريشن ذات نفسه. ومش بس كده، المشكلة كمان في البروبيوسبشن بروسيسنج، لان الفيرمس مش بتشتغل لوحدها، بتشتغل مع الكورتكس ومع البيزل جانجلي واماكن تانية علشان تفسر البروبيوسبشن انبوت اللي جاي ده مع المدخلات التانية اللي موجودة في الجسم. فبالتالي الطفل ده ما بقاش عنده اي بادي سكيم كويس لجسمه، وهيضطر يعتمد على التو سيستمز التانيين، على التكتايل سيستم عشان ياخد منه البادي اورينتيشن، وعلى الفيستيبلر سيستم عشان هو اللي ديتكت البوزيشن والموفمنت، لان هو مش قادر ياخد المعلومه دي من البروبيوسبشن بتاعه. تاني حاجه هنلاقيها في الام ار اي بتاعته هي ان الوايدنينج في الجايراي بتاعه السنسور اريا اللي هي اس 1 اريا، وده المكان اصلا اللي التكتايل سيستم مين اللي بيعمل فيه ريلي وانتجريشن. بالتالي الطفل ده التكتايل انبوت اللي هو واخده مش هيوصل بالشكل الكافي، ومش هيحصل له بروسيسنج بالشكل الصح، فهيبقى عنده سنسيتيفيتي جامده جدا من التاتش ستيمولاي. ومش بس كده، ده كمان متواجد مع الحاله سكوينتنج في عينيه. السكوينتنج ده هيدي امبيرد في الفيجوال انبوت، هيبقى عنده امبالانس ما بين الانبوت اللي جايله من عينه اليمين وعينه الشمال، وده هيأثر لنا تاني مرة على الفيستيبلر سيستم، وهيخلي الفيستيبلر سيستم هايبر اكتف جدا، لان هو بقى شغال يديتكت البوزيشن والموفمنت، وبقى الريفرنس بوينت بتاعته الاي عندها امبالانس في الانبوت بتاعها، فبالتالي ما بقاش عنده ديتكشن كويس للانفايرمنت بتاعته، سواء كابعاد او كبوزيشن او كالموفمنت بتاعته ذات نفسها فيه. من ضمن الحاجات كمان اللي لقيناها في الميديكال اسبكت بتاع الكيس ده هو الديفنس، كان عنده ديفنس، كانت الكوكيلا بتاعته مش شغاله كويس، ما كانش عنده سمع، فبالتالي الفيستيبلو كوكيلر نيرف اللي هو شايل الانبوت بتاعت الكوكيلا والفيستيبلر سيستم بقى فيه جزء منه بس اللي شغال، اللي هو الفيستيبلر اسبكت او الفيستيبلر نيوكلياي، فده عمل لي ستراكشرال افكشن جامد ان الفيستيبلر نيوكلياي تفضل هايبر اكتيف دايما، وده ثالث سيستم ياثر لنا على الفيستيبلر سيستم كانبوت وكبروسيسنج. عشان كده هنلاقي الليمبك سيستم اللي المفروض الفيستيبلر سيستم لما يعمل ريلي في الريتيكولار اكتيفيشن سيستم، والريتيكولار اكتيفيتنج سيستم ده يبعت صوره للليمبك سيستم عشان يديني اوتونوميك رياكشن، هتلاقي الاوتونوميك رياكشنز بتاعت الطفل ده مهيبره جدا وزياده قوي، هتلاقي الطفل ده بيعيط، خايف دايما، مش حابب اي حد يلمسه لان التكتايل ستيمولس بتاعته سنسيتيف جدا، ما بيحبش يدوس على ايده ويعمل اي ويت بيرنج. فبالتالي احنا خدنا الاربع سيمتومز اللي كانوا موجودة او الاربع فايندنجز اللي كانوا موجودين عنده، وحللناهم وعرفنا كده الطفل ده مين اللي هيبقى عنده مشاكل في ايه. لما نيجي نحط تريتمنت بروجرام للحاله دي هيبقى فيه عندنا اولويات. اول اولويه هي البروبيوسبشن اكسرسايز او بروبيوسبشن انبوت. ليه؟ لان هو كان الطفل ده عنده هايبو بروبيوسبشن ريجستريشن، الفيرمز بتاعته ما بتاخدش كفايتها من الانبوت ده عشان تعرف تتكون بالشكل الكافي، سواء على مستوى اللوكال او تعمل بروسيسنج وانتجريشن مع المراكز الثانيه في المخ. والكلوزد تشين اكسرسايز هنا هتبقى المفتاح بتاعنا كمان في البروبيوسبشن، لان الكلوزد تشين اكسرسايز بتديني اكزيال ستابيليتي، والاكزيال ستابيليتي دي كانت المفروض وظيفه الفيرمس اللي حصل فيها مشكله عند الطفل ده، فلما اوفرها له انا بالكلوزد تشين اكسرسايز ويديني اكزيال ستابيليتي، هيعرف بعد كده يبقى عنده البوستشرال تون والبروكسيمال ستابيليتي بتاعه الاطراف بتاعته هتبقى كويسه، لان انا اديتها ريفرنس بوينت يقدر يشغله. ومش بس كده، ده وانس ان انا استخدمت كلوزد تشين وبقى عندي بوستشرال تون واكزيال ستابيليتي كويسه، الفلوكلونودرال لوب اللي موجود في السيريبيلم المفروض متصل مع الفيرمس ومع الفيستيبلر سيستم هيبقى اكتيفيتد، وهيحصل معاه انتجريشن ما بينه وما بين السيستمز دي، وهيعرف يعمل ادابتيشن للفيستيبلر ستيمولس عشان يقول له انت مش وظيفتك تجيب الديتكشن بتاع البوزيشن والموفمنت، انا عندي ريفرنس ليه اللي هو جاي لي من الفيرمس. كمان من ضمن البروبيوسبشن اللي هستخدمه مع الحاله دي حاجات سواء فيها اي كلوزد، لان الاي كلوزد دي هتخلي الانبوت اللي جاي من الاي ما ياثرش تاثير كامل على الفيستيبلر سيستم، فكاني بقفل اللوب بتاعه الفيستيبلر هايبر اكتيفيتي دي من الاي، وبقول له ما تعتمدش على الاي انها تبقى هي الريفرنس بوينت بتاعتك، اعتمد على البروبيوسبشن اللي جايك ده هو اللي تاخد منه البادي سكيم وتاخد منه السنس اوبوزيشن اوف موفمنت.
وكمان هستخدم معاك كومبريشن ثيرابي، سواء استخدمتها في الهاموك من الاكتيف بروبيوسبشن، او استخدمتها كومبريشن كمان لما الفه في ادوات معينه او بحاجات معينه. الكومبريشن ثيرابي ده ذات نفسه هيخلي الجسم ياخد شكل ويترسم جوه في المخ، يبقى عنده بادي سكيم كويسه، يشيل الاعتماد اللي كان موجود على التكتايل سيستم ان هو اللي يجيب له الاورينتيشن بتاع الجسم، وده هيقلل معانا واحده واحده فكره السنسيتيفيتي للتاتش. وبما ان انا عندي مشكله كبيره ستراكشر في الفيستيبولار سيستم ذات نفسه، فانا مش هشتغل عليه هو دايركت، انا اشتغلت على بروبيوسبشن هو اللي اداني ادابتيشن ليه عن طريق كلوزد تشين اكسرسايز والايس كلوزد. هشتغل كمان السكند بوينت اوف تريتمنت هتبقى عندي ان انا اعمل تكتايل ديسنسيتايزيشن، بان انا استخدم ادوات سواء زي الهاموك او حاجات ليها تكستشرز واخليها تتحط على اماكن فيها تكتايل ريسبتورز كتيره زي البالم والسولز، واستخدمها بالطرق المختلفه بتاعتها. ده هيخلي الانتجريشن بتاع التكتايل انبوت ذات نفسه في اس 1 يبقى احسن، ويخلي الليمبك سيستم يهدى وما يبقاش واخد الانبوت بس من الفيستيبولار سيستم، لان واحد من الفاكتورز اللي بتاثر جامد جدا على الليمبك سيستم وبتهديه كويس جدا هو التكتايل ستيميليشن والتكتايل ادابتيشن. فبالتالي انا هقفل اللوب بتاعه الفيستيبولار سيستم اللي مأثر لي على الليمبك سيستم ومخلي الطفل ده بيعيط وخايف، هقفلها ان انا اعمل تكتايل ديسنسيتايزيشن يروح يهدي الليمبك سيستم ويروح للاس 1 يعمل فيها انتجريشن وريلاينج كويس ويخليها تكبر وتعمل كونكشنز مع المناطق اللي حواليها، فبالتالي تهدي لي السايكل البايظه اللي كانت حاصله بسبب المرض اللي كان عند الطفل. فبالتالي احنا خدنا الفايندنجز بتاعتنا من الام ار اي ومن الانفستيجيشنز وحللناها، ونظرتنا ليها كبيتي اختلفت، واخدت منها معطيات عرفت احط بيها البروجرام اوف تريتمنت، وعرفت يبقى ليه اولويات لما استخدم بروبيوسبشن استخدمه كلوزد تشين مع اي كلوزد، ما ركزش على الفيستيبولار سيستم ذات نفسه لان هو عنده مشكله ستراكشر في النيرف بتاعته، ابدا اخد سيستمز ثانيه عندي فيها مشكله واخليها اندايركتلي تهدي لي الفيستيبولار سيستم اللي هو هايبر اكتيف ده، زي ما عملنا مع التكتايل ديسنسيتايزيشن او لما عملنا مع الكومبريشن ثيرابي والاي كلوزد ان هي اللي هدت لي الفيستيبولار سيستم. فده مثال بسيط لان احنا ازاي كفيزيكال ثيرابيست يبقى لينا نظره ويبقى عندنا اناليسيس سكيلز واوبزرفيشنال سكيلز اقدر ان انا اخد بيها المعلومات اللي عندي من الحاله دي، سواء الحاله دي كانت جديده او معروفه قبل كده، واقدر ان انا احللها واطلع منها المشاكل واشتغل عليها بناء على المشاكل اللي عندي دي. وده مع التستات اللي ممكن تتعمل في السنسوري او مع التستات اللي بتتعمل في الان دي تي اسسمنت او مع الاكسرسايز العاديه، ده بيبقى موديفيكيشن فيها اعرف ايه المداخل اللي اقدر ادخل بيها للطفل ده، وايه الحاجات الاهم ان انا ما اعملهاش عشان ما تخليش الطفل ده يسوق كحاله، او ان انا يحصل لي بلاتو ويمنع التقدم بتاعه.